أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الحديث. تستعد مملكة البحرين للاستحقاق الديمقراطي المتمثل في الانتخابات النيابية والبلدية، وفي هذه المناسبة يشرفنا أن نستضيف الدكتور محمد الكويتي المرشح النيابي عن الدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم، مشكورين على الاستضافة. في البداية دكتور، أهم ما في سيرتك الذاتية وأهم الأعمال التي قمت بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد الكويتي، درست في مدرسة الصناعة، تخرج من الصناعة هندسة ميكانيكية أو ميكانيكال، القسم الميكانيكي، وبعدها ذهبت إلى بريطانيا بعد أكملت في الدراسة الميكانيكية، وبعدها التحقت بقوة الدفاع. وخلال هالفترة هذه في قوة الدفاع أنهيت الماستر الماجستير في التصنيع المتقدم، والدكتوراه في التطوير الإداري وقياس أداء المؤسسات. فهذه بالنسبة حق لمحة سريعة عن السيرة الذاتية. بالنسبة عن الحياة العادية، يعني أنا كنت كثير مهتم بالرياضة ومثلت البحرين في منافسات كرة القدم، مثلت قوة الدفاع في كرة القدم في منافسات خارجية، شاركنا في دورات تنس طاولة، تنس أرضي، فنشاط رياضي ما شاء الله كبير، وأعتقد أن أفتخر فيه. والنشاط العملي كذلك ساهمت في كذا لجان كثيرة، من ضمنها لجان على مستوى الدولة، يعني لجنة الرقابة الإدارية والفساد الإداري، هي كانت في سنة 2002 بتشكيل اللجنة، تم من قبل صاحب السمو صاحب الجلالة الملك حمد طول الله عمره، واشتغلت اللجنة ذي لمدة يمكن سنة وقدمت تقارير لمجلس الوزراء. كذلك اشتغلت في لجنة ثانية بتكليف من مجلس الوزراء، ورأست لجنة كذلك بعد الرقابة أو تقارير ديوان الرقابة المالية، وقدمنا تقارير فيها كذلك على أساس أن كيف التعامل مع هذه التقارير. فنشاط ما شاء الله، إن شاء الله كله لخدمة البحرين وخدمة المواطنين إن شاء الله والوطن. وما هو البرنامج الانتخابي الذي ستقدمه للناخبين؟ البرنامج الانتخابي ينطلق من فكرة التغيير، الشعارنا لنبدأ التغيير، وأعتقد أن التغيير يمكن يكون بدأ في الواقع في التحول من دولة ريعية إلى دولة إنتاجية بحكم تقلبات أسعار النفط وتناقص هذه الإيرادات، فأصبح من مفروض علينا التغيير. لكن هذا التغيير المفروض يتطلب تغيير فينا إحنا، تغيير في المجتمع، تغيير في علاقة المجتمع بالدولة، في علاقة الفرد بالمجتمع. فهذا التغيير والتحول من دولة ريعية إلى دولة إنتاجية له اعتبارات كثيرة، ويتطلب أمور كثيرة من سياسات، من مؤسسات، من تشريعات اللي تقود هذه العملية التحول والتغيير. فهذه بالنسبة حق المقدمة. البرنامج الانتخابي يتكون من ثلاث قضايا رئيسية. القضية الأولى خلق فرص عمل للشباب، وفرص عمل أعتقد مهمة، لأن الشباب العاطل هو تقريبا ليس فقط هدر لطاقات، ولكن كذلك المس بكرامة الإنسان المواطن. هاي العاطل مو أرقام مثل ما وزارة العمل مثلا تطلع 4% أو 5%، وهذه أرقام، لكن العاطلين هذين عيالنا محمد وعلي وجاسم ويوسف، لهم أسماء ولهم عمر ولهم اللي صار له سنتين ثلاث عاطل. فهذه قضية يجب أن نتناولها بجدية ونحاول نحصل لها معالجات. القضية الثانية قضية تحسين مستوى المعيشة،
تحسين مستوى المعيشة يمكن تكون من القضايا المهمة، وكذلك القضايا مع خلق فرص عمل، قضيتين أعتقد لهم تأثير كبير على الأمن والاستقرار في البلد، وبالتالي من الضروري ومن المهم التعامل معهم بهذا الشعور. القضية الثالثة هي قضية العدالة الاجتماعية، خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة يجب أن يكون من خلال عدالة اجتماعية، تكافؤ فرص للجميع، التوظيف يجب يكون وفق كفاءة وفق معايير معينة، يعني نبتعد شوية عن المحسوبية والواسطات وغيرها في قضية التوظيف، لأن نحن نتعامل مع حياة ناس. فهذه بالنسبة للقضايا الرئيسية، لكن تحقيقها يحتاج إلى عمل وجهد كبير، يحتاج إلى تعاون بين الحكومة، مجلس النواب، مجلس الشورى، غرفة التجارة، المجتمع بشكل عام، المنظمات والمؤسسات الأهلية، هذه كلها تحتاج إلى أن تدخل في حوار، تطلع بصيغة لتنمية شاملة مستدامة وعادلة، اللي هي تكون تشكل القاعدة اللي ممكن ينتج عنها خلق فرص عمل، وينتج عنها تحسين مستوى المعيشة، وينتج عنها تحقيق العدالة الاجتماعية. مرتكزات هذه التنمية الشاملة لها في البرنامج عندي مرتكزين اثنين، واحد هو التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية. بدون توسيع القاعدة الإنتاجية وخلق بيئة مناسبة للاستثمار في الصناعة وفي الإنتاج والتصدير، الإنتاج الموجه للتصدير، يمكن يكون من الصعب أنك تخلق تنمية تستطيع أن تحسن مستوى المعيشة. المرتكز الثاني هو التعليم، جودة التعليم والتدريب والبحث العلمي الملتصق بالصناعة، ملتصق بالقطاعات الخدمية، مثلا بالخدمات، ملتصق بالتصنيع، ملتصق بهذه الأشياء العملية، وليس احنا ما في مقدورنا نسوي بحث علمي أساسي اللي هو يمكن نقدر نحصل حتى مساعدات من جهات استثمار خارجي، يمكن يجيب بعض التكنولوجيا، لكن التكنولوجيا المحلية تكون مرتبطة. مثلا عندنا احنا قطاع صناعة الألمنيوم صار له 40 سنة، طيب وين الأبحاث اللي مرتبطة به؟ ما في. فهذه النوع من الأبحاث التطبيقي الموجه إلى التصنيع العملي هذه مهم جدا، ولكن هذه يحتاج إلى تعليم أفضل من التعليم اللي عندنا. التعليم اللي عندنا جيد، ولكن نحتاج أن نكون أفضل من هذه بكثير إذا كنا نطمح لتحقيق تقدم في التنمية الشاملة المستدامة والعادلة. فهذه المرتكزات اثنين يقومون بعد كذلك على أرضية، يبون أرضية تنبني عليهم هذه المرتكزات. الأرضية هي قسمين، تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالأمن والاستقرار وحكم القانون. لابد أن يكون في استقرار في البلد، لازم يكون في أمن للجميع، لازم يكون في سيادة حكم القانون على الجميع، لأن احنا داخلين في مرحلة أنت بتسن تشريعات لضرائب، طيب الضرائب يجب أن تكون وفق حكم قانون بحيث أنها تكون على الجميع وتأخذ من الناس المقتدرين قبل الضعاف، ما نفرض ضرائب على الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة ومحدودين الدخل مثل ما هي ضريبة القيمة المضافة مثلا أو الرسوم بشكل عام. لا، نحتاج ضرائب دخل على الشركات الكبيرة، نحتاج إلى ضرائب مثلا على الثروة، بحيث أن احنا يكون في نوع من العدالة اللي تؤدي إلى استقرار وأمن وتنمية. هذه أحد جوانب القاعدة. الجانب الثاني من القاعدة اللي تقف عليها هذه المنظومة هي التوازن بين سلطة الدولة وسلطة المجتمع. من الضروري أن تكون
الحكومة والدولة قوية بحيث أنها تقدر تفرض الأمن أو تحقق الأمن في الواقع وتفرض القانون وسيادة القانون وإنفاذ التعاقدات. في نفس الوقت تحتاج إلى مجتمع كذلك قوي يستطيع أن يراقب ويحاسب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بحيث أنه يكون في نوع من الرقابة المجتمعية المنظمة. يعني تحتاج إلى مجتمع منظم قوي بحيث أنه هو يقدر يراقب، يقدر يسائل ويحاسب ويقوم السياسات والمؤسسات والتشريعات اللي بتخلق هالأرضية هذه المناسبة للاستثمار والبيئة المناسبة للتنمية ولتطوير الصناعات وإلى آخره. فإذا في عندنا هذا النوع من البناء كله متماسك يشكل منظومة واحدة، لا يمكن أن نقول والله احنا بس بنحقق هدف خلق فرص عمل، هذا ما يتحقق إلا بوجود هذا النوع من المنظومة المتكاملة اللي تغذي بعضها البعض وفي تفاعل بينها بحيث أنها تخلق هالبيئة وتخلق المناخ اللي من خلاله ممكن يكون الواحد يحقق الأهداف المرجوة. في آخر شيء هو المطلوب واللي نحتاجه هو أن يكون في بيئة إقليمية وبيئة خليجية وعربية هادئة شوي مستقرة بحيث أن التنمية وسياسات الخارجية توجه إلى الجهد التنموي، توجه إلى البناء، توجه إلى هذا المنظومة وليست في تنافر بين دول الخليج مثلا أو دول العربية أو الإقليمية. هذه كلها يؤثر على جهود التنمية ويأخذ موارد من التنمية يشتتها إلى مجالات أخرى. فإذا السياسة الخارجية كذلك يجب أن تكون عنصر فاعل في مساندة التنمية ومساندة تحقيق الأهداف اللي من خلالها بنحسن مستوى المعيشة ونخلق وظائف ونحقق العدالة الاجتماعية. فهذه هو تقريبا البرنامج السياسي بشكل سريع، ونتأمل أن يكون المجلس القادم أقدر على العمل وعلى الإنجاز من المجالس اللي سبقت، ونتأمل أن يكون التعاون بين مختلف الأطراف أكثر وأكبر من ما كان في السابق. في الختام، هل من كلمة أخيرة للناخبين خصوصا وللجمهور بشكل عام؟ بالنسبة للكلمة اللي نوجهها للجمهور، أعتقد يمكن جميع إذا بدون استثناء في اعتقادي جميع المرشحين يشاركوني في هذا الرأي، وهو أن الإحباط اللي صار في المجتمع من خلال الأداء البرلماني السابق جعل نسبة كبيرة من المجتمع تتحفظ على المشاركة وتمتنع عن المشاركة السياسية. أنا أقول أن المشاركة مهمة وضرورية، ويجب أن تكون مشاركة فاعلة، ويجب أن تكون داعمة للعمل الديمقراطي والعمل السياسي. ما في عندنا خيار غير مجلس النواب والسلطات السياسية أو المؤسسات السياسية المرادفة الموجودة في المجتمع. لا يوجد خيار لدينا، ما في إلا مجلس النواب، ولذلك يجب أن نعمل على تقويته. وتقوية المجلس ما تعتمد فقط على أعضاء المجلس، تعتمد على وقفة المجتمع معه، وقفة الناس. الناس إذا وقفوا في الدفاع عن قضايا وحقوق يستطيع مجلس النواب أن يكون في المقدمة ويبرز هذه الحقوق والالتزامات على الدولة بحيث أن هي تكون في أولويات العمل. لكن إذا المجتمع والناس شوية يعني تراجعوا عن المساندة وتراجعوا عن الوقوف مع قضاياهم، أعتقد مجلس النواب بيكون من الصعب عليه أنه هو
يقدم أكثر من اللي سبقه. لذلك احنا مهمتنا في مجلس النواب اعتقد المهمة الرئيسية، انا قلت مهمتنا وللحين ما نجحنا لكن ان شاء الله نجاح، فالمهمة الرئيسية هي تقوية المجلس، وتقوية المجلس بالجمهور بالناس وليست بعيدة عن الناس. هذه اعتقد هي الرسالة الأساسية والمهمة اللي اعتقد ينبغي ان ندركها جميعا. شكرا لكم دكتور على ما تفضلتم به. مشكور، ما قصرت، وإن شاء الله نشوفكم في مناسبات ثانية. مشكورين، وكل الشكر لكم أعزائنا المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.